حاجه فعلا ممكن تخلينا مهما كبرنا نفضل صغيرين. في ناس فعلا عرفت تعمل زي جي لو، زي توم كروز، زي عمرو دياب. علشان اشوف بقى الناس دي عملت ايه فعلا مختلف عن معظم الناس، دورت كده في الروتين بتاعهم، بياكلوا ايه، بيعملوا ايه مختلف معظمنا ما بنعملوش. بعد كده دورت في ابحاث فعلا بتثبت اللي هم بيعملوه ده فعلا بيشتغل، ولا هي ظبطت معاهم مره ومش هتظبط مع حد تاني. هو ايه اصلا اللي في العادي بيحصل مع السن؟ اول حاجه بتحصل مع السن هي اكتر حاجه بتضايقنا، وهي تاثير السن على الجلد. ان احنا كل ما بنكبر كل ما سمك الجلد بتاعنا بيقل، وده بيخلينا عرضة اكتر للتجاعيد. تاني حاجة بتحصل مع السن ان كتلتنا العضلية بتقل، عشان كده لو ما بتتمرنش مع السن نفقد كتلة عضلية وبيبقى جسمنا مش مشدود. السن ليه تأثير كمان على الكوجنيتيف فانكشن، ليه تأثير كمان على قدراتنا العقلية، واحنا الذاكرة بتاعتنا وانتباهنا وتركيزنا بيقل مع السن. تلاقوش كل ده ليه حل. طب تعالوا نشوف مثلا توم كروز وجاي لو حلوها ازاي. توم كروز طبعا بيتمرن، اوبفيسلي واضح بيتمرن على فكرة تمارين مقاومة، بس برضه بيتمرن تمارين تانية في الطبيعة، بيتمشى، بيعمل هايكنج، مش كله أحمال، ودايما بيحاول يبقى أكتف، دايما بيحاول يبقى بيتحرك، أكله كله مشوي وما بياكلش خالص مقليات. جاي لو طبعا بتشيل حديد، كل البنات اللي بتقولها مش عايز اشيل حديد عشان مش عايزه ابقى زي الولاد، اعرفي ان الجسم بتاع جاي لو ده ما بيتعملش من غير حديد، وتاخد بالها قوي من البروتين انتاج بتاعها، تاخد بالها قوي انها بتاكل بروتين كويس، بتشرب ميه كويس، وبتنام كويس. بتقول وانا صغيره ما كنتش بنام كويس قوي، بس كل ما بكبر كل ما بعرف قيمه النوم على صحتي وعلى شكلي وعلى كل حاجه. طب هل الكلام ده فعلا مثبت علميا؟ هل مثبت علميا فعلا ان في حاجه ممكن نعملها تعاكس تاثير السن؟ تعالوا نشوف تاثير السن على الجلد اللي هي اكتر حاجه بتخوف الناس كلها. دي دراسه جديده اتعملت على مجموعتين من الناس كلهم ستات، اتقسموا مجموعه هتعمل تمارين كارديو ايروبيك تريننج، يعني هتبقى بتجري بتلعب عجله حاجه ما فيهاش احمال، والمجموعه الثانيه تعمل تمارين مقاومه. تمارين مقاومه يعني حاجه فيها احمال، يعني بتشيل اوزان بتحمل على العضله. الاثنين هيتمرنوا 3 ايام في الاسبوع لمده 16 اسبوع، معاهم مدرب، معاهم بيرسونال ترينر، مش بيمرنوا نفسهم. المجموعه بتاعه تمارين المقاومه عملت حاجه مهمه جدا، عملت حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود. بروجريسيف اوفرلود يعني حاولوا يزودوا الحمل على العضله كل تمرينه، حاولوا يزودوا الحمل ان هم يزودوا الاحمال، ان هم يعملوا تيمبو، يعملوا التمرينه ببطء، المهم ان هم حاولوا يزودوا الحمل على العضله، ودي حاجه مهمه جدا في تمارين المقاومه. لو ايه؟ لو ان تمارين المقاومه زودت من سمك الجلد، ده انتي ايجينج افكت. انتي ايجينج افكت يعني ده معاكس لتاثير السن على الجلد. كلنا بندور على الكريمات والحاجات اللي هتعاكس تأثير السن على الجلد. دلوقتي بنات مراهقين من سن 18 سنة بتشتري كريمات انتي ايجينج علشان ضد التجاعيد، عشان خايفة بعد كده يطلع لها تجاعيد. تمارين المقاومة بتخن الجلد، يعني ممكن تحمينا من التجاعيد. الكتلة العضلية فعلا بتقل مع السن، كل ما بنكبر كل ما قدرة جسمنا على انه يستجيب للتمرين واكل البروتين بتقل، ده اسمه anabolic resistance. معظم الناس بتتخيل ان ده معناه بقى ان انا طالما كبرت يبقى خلاص كده ما اتمرنش وما اعملش اي حاجه وما اخدش بروتين، ما انا كده كده مش هيطلع لي عضلات، اصل العضلات دي بتطلع للصغيرين بس. لا خالص، ده معناه ان ممكن وانا صغير ابقى ما بتمرنش قوي، ما بشيلش اوزان، ما باكلش بروتين كويس، بس اعرف اعدي، ما تحصليش مصيبه، ما اخسرش عضلات قوي، هعرف اعدي، يعني مش هتبقى مصيبه. بس كل ما بكبر كل ما احتياجي لان انا اكل بروتين كويس وان انا اتمرن كويس وان انا اشيل اوزان وان انا احمل على عضلاتي اعمل كتله عضليه بيكون اكبر. يعني كل ما بكبر كل ما انا محتاج اركز قوي ان اتمرن كويس واخد بروتين كويس علشان امنع فقد الكتله العضليه. بالنسبه للتركيز، احنا فعلا تركيزنا بيقل مع السن وانتباهنا بيقل مع السن والذاكره بتقل شوية مع السن. في حاجة بتعاك ده، في حاجة واحدة، الحاجة الوحيدة اللي مثبتة انها فعلا ممكن تقلل الكوجنيتيف ديكلاين مع السن، اللي هو ممكن تقلل فعلا الضعف في القدرات العقلية اللي بيحصل مع السن، هي ايه؟ تخيلها تبقى ايه؟ تمرين. بس مش تمارين مقاومة، اي تمرين، تمرين ايروبيك، تمرين انيروبيك، تمرين مقاومة، تمرين اي تمرين بيقلل الكوجنيتيف ديكلاين. ودي الحاجة الوحيدة، دي الحاجة الوحيدة اللي نعرفها بتعمل كده. دي ميتا أناليسز، يعني دراسة معمول على مجموعة من الدراسات عشان نشوف النتيجة بتاعتهم بتقول ايه. الحاجة الوحيدة اللي فعلا بتقلل تأثير السن على القدرات العقلية هي التمرين، سواء تمرين مقاومة او تمرين ايروبيك، اي تمرين كارديو بقى، تمرين مقاومة، اي تمرين.
لما نيجي نتكلم في موضوع السن ده عندنا كذا كام طريقه ممكن نتعامل بيهم معاه. اول طريقه هي الانكار، السن مجرد رقم، ان انا اقنع نفسي ان مفيش اصلا حاجه، كلام فارغ، السن مجرد رقم، صح؟ تاني طريقه هي ان انا ابقى عارف ان ده هيحصل، ودي حاجه فسيولوجيه، دي حاجه طبيعيه، بس انا ما بريد حيله، نقعد كده قاعدين ما نعملش اي حاجه. تالت طريقه ان انا ابقى عارف ان دي حاجه فسيولوجيه ودي حاجه بتحصل ودي حاجه طبيعيه جدا، بس في حاجات في ايدي ممكن اعملها تقلل من تاثير السن. هو ده اللي احنا المفروض نعمله علشان نعمل اللي في ايدينا، نحط شويه مجهود في الحته دي.